طبعا بحب ارحب بضيف اللي منورني في الاستوديو، رئيس جهاز العاب القوه في النادي الاهلي كابتن ياسر داوود. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن ياسر، منورنا في قناه النادي الاهلي. اشكرك. شكرا ليك. يمكن يعني ناس كتير ما تعرفش حجم يعني المجهود المبذول، واحنا بنصر ان احنا نبين ان العاب القوه ابطالها ونجومها ومدربينها يعني زي ما بيقولوا بيلحطوا في الصخر عشان يعملوا حاجه لنفسهم ولبلدهم ولكل اللي حواليهم. هناخد النادي الاهلي مثال. كابتن انت عندك كام لاعب ولاعيبه في الدرجه الاولى؟ الدرجه الاولى يعني مش اقل من 60 ل 65 لاعب ولاعيبه. رقم كبير ما شاء الله. وكلهم طبعا حقيقة ارقام وبياخدوا اعداد كتير. هنلاقي ممكن زيهم او اضعاف الناشئين والناشئات. اكيد صحيح. اكيد الناشئين والناشئات ما يقلوش عن 160 180 من 160 ل 180. ما شاء الله عدد كبير من اللاعبين واللاعبات انت بتعدهم والنادي الاهلي بيرعاهم. زي ما بيقولوا ما في يعني خليني اكلم بكل صراحه، العاب القوه ما بتجيبش انكم، ولكن اللعيبه كمان بتعاني من قله الامكانيات. كابتن خلينا نتكلم في لب الموضوع. مثلا هنقول عشان اعد لاعب العاب قوه وخليه ياخد ميدالية اولمبيه، من وجهه نظرك محتاج كم في السنه بادجت؟ هو عشان يعد لاعب للاولمبياد اولا ممكن ياخد اكتر من سنه، يعني نتكلم بقى على ارض الواقع. لا هو اكتر من سنه، يعني نتكلم مش اقل احيانا من سنتين لثلاثه لاربعه، انما لو جينا على سنه نقول المتوسط. في المتوسط عشان يتكلف كام لاعب الاولمبياد؟ يعني اعتقد مش اقل من مليون ونص. ونص جنيه مصري. يعني بنتكلم في حوالي 100,000 دولار تقريبا. 100,000 دولار بالزبط. ما بين المشاركات خارجيه وداخليه واعداد وغذاء وتفرغ. بالظبط. يعني رقم كبير. بالظبط. يمكن اللعيبه كمان بتستعوض ده ان هي بتشتغل، يعني بتشتغل وتنفق على اللعبه، صحيح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه، دي حقيقه. ويمكن ده احيانا اللي بيعطلنا او بيعطل اللاعب ان هو يوصل للمستوى بتاعه، او المستوى لو قلنا انا عايز يروح الاولمبياد، ده اللي بيعطله بيسبب في معوقات لان هو بيشتغل. هو طبعا مش متفرغ، اكيد طبعا بيمارس مهنه ما سواء كان طبيب، مهندس، محاسب، صاحب شركه، ليه شغله، بتاخد جزء من وقته وتركيزه ومجهوده وانتظامه في التمرين. لا قدر الله، قدر الله اصابات بتاخد وقت اطول في العلاج. فطبعا الامكانيات دي. قول لي يا كابتن، يعني احنا دايما نحب نحط زي ما بيقولوا يعني سؤال دايما بيطرح نفسه، اللاعب عشان يجي له سبونسر لازم يحقق نتيجه. تمام. وعشان يحقق نتيجه محتاج سبونسر. بالظبط. ما هو هيصرف عليه ازاي؟ يعني 100,000 دولار مفيش حد يقدر يملك المبلغ ده. بس هي الفكره اللي بقولها ايه؟ اللي بقولها انه ساعات بيجي لك لاعب موهوب ممكن بربع بخمس المبلغ ده يحصل له طفره، وعندنا نماذج. يعني عايز حضرتك تستارتد في الكلام ده، يعني احنا عايزين نتكلم في النماذج اللي عندنا اللي راحوا اولمبياد ومعلش يعني ما تمش الانفاق عليهم بهذا المبلغ. زي مين عندنا؟ مثلا رامي الجله الجمل مثلا من اللعيبه اللي ما تصرفش عليها كده. يعني عدي لي اللعيبه اللي راحوا اولمبياد الفتره اللي فاتت واللي تعدوا بقلل الامكانيات. هو بصراحه الاربعه اللي راحوا منهم ثلاثه بتوعنا راحوا بامكانيات قليل. يعني سواء كان ايهاب عبد الرحمن او محمد مجدي حمزه او مصطفى الجمل، الثلاثه راحوا باقل امكانيات، ما تصرفش عليهم هذه المبالغ. ويمكن نتكلم بصراحه، يعني يمكن عشان كده يعني ما وصلوش للمستويات المطلوبه. هم راحوا وشاركوا وممكن نقول من الادوار النهائيه وقبل النهائيه خرجوا، الادوار التمهيديه وقبل النهائيه. مش عايز اقول ان ده كان يعني 70% من المستوى اللي وصلوه. ان قله الامكانيات وعدم توفر هذا المبلغ، بالاضافه بقى للحاجات الثانيه اللي هي الفتره الكافيه ما تمتش. يعني بالذات واحد زي ايهاب من ساعه ما رجعه من بعد نهايه الايقاف ما لحقش يخش في الفورمه، ان هو نقول سنه او سنة، حتى ما خدش سنه. تأهل من هنا من مصر. بالظبط. من حوالي 4 شهور او 5 شهور. فده طبعا بنقول لا، ده كان لازم يلعب ماتشات بره ويحتك باللعيبه اللي هو مستوى عالي سواء كان. طب يا كابتن